خلينا نتكلم عن البطوله 3 على 3. يعني هبتدي معاك يا رضوى، احنا احكي للناس ايه البطوله دي وايه التصفيات دي ومودياني على فين. دي كانت ستوب من كذا ستوب عشان نتاهل يعني كاس عالم وكده. كانت دي ستوب، دي كانت عندنا، كان فيها 4 فرق مشاركه، كان احنا والجزائر ونيجيريا ومنغوليا. تمام. بس في الاخر اتصفت علينا احنا ومنغوليا عشان الجزائر اعتذرت ونيجيريا كورونا. بس ففي الاخر بس منغوليا جامدين في 3 على 3. لا كويسين قوي. سادس على العالم ولسه جايين من الاولمبيكس. وكسبتوهم. طب ده حاجه كويسه جدا. انا بقول لك بس ما كانتش يعني سهله خالص. خالص ما كانتش سهله خالص. كنت انا عارف، انا بقول لك صعبين. فيهم واحده هي رانكت في الاولمبيكس، يعني هي واخده رانك كويس قوي في الاولمبيكس. فكانت صعبه قوي يعني، هي شوتر قوي ما شاء الله يعني. وعايز اقول لك ان هو كمان منتخب 21 اتصعد باين. ولاد. بنات لا ما تصعبش. صعب شويه. لعب البطوله. طب خليني اقول لكم انه يعني برضو رضوى، يمكن المباراه دي احنا مسافرين رومانيا الاسبوع الجاي ان شاء الله. يوم ايه؟ يوم 16. يوم 16/9 ان شاء الله. هتعملوا مسح قبليها او حاجه وفي معسكر ولا لا؟ في كذا مسح، في مسح او معسكر. انتوا جايين من المعسكر. وهتعملوا مسح قبل السفر. وهتروحوا على رومانيا ان شاء الله. بقى مفيش بقى رحمه، كاس عالم بقى واديله. هيبقى جامد قوي قوي. في فرق جامده. طب اللي عملوه الولاد الشباب يعني خدوا رابع عالم، فتح نفسكم ان انتوا تعملوا طبعا جدا. قوي طبعا. ادانا يعني موتيفيشن كده ان لا نبتدي احنا كمان، لازم اما نروح ما نبقاش لازم نعمل حاجه يعني، لازم نعلم زي الناس يعني. لازم بقى هي اول مره تتلعب واول مره يبقى في 3 اون 3 اندر 23. فهي دي حاجه بالنسبه لنا اللي هو احنا عايزين برضو اما نروح فور فيرست تايم يكون لا احنا يعني مصر موجوده. يعني هو لا احنا يعني موجودين، نعمل ريكورد حلو يعني كفيرست تايم. هي حاجه كويسه بس احنا عايزين نعمل ريكورد يعني.